لندا صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ كثير منيحه. قبل ما نبلش بموضوع اليوم لايت سمارت، اكيد في خبريه. اكيد في خبريه، وفي كمان ذكر المشاهدين انه فيهم يتابعوني دائما على الانستغرام رندا دنيا فهد، او فيهم يتابعوني على الفيسبوك بيج ار دي اف، بحطوا لايك وبكونوا عم يتابعوني، وكمان فيهم ياخذوا كثير كثير معلومات غذائيه اذا بتتابعوني على www.randafahd.com. اليوم عندنا خبرية لها علاقة بالأولاد وهن عم يكبروا وأكلهم. فنحن مثل ما نحن بنهتم بأكلنا كأهل، وأكيد بهمنا أنه نهتم بأكل أولادنا. دايما دايما تينا بدي أرجع أذكر أنه نحن لازم نهتم بأكلنا وأكلهم كرمال صحتنا وصحتهم، أكثر من أنه كرمال شكلنا، وأكثر من أنه نحط لهم للولد، أنه نحن عم نهتم بأكلك كرمال الشكل. هلا بهيدي الدراسة اللي أنا شفتها كثير بتطبق على حياتنا، وعشان هيك اليوم حبيت أحكي عنها، كانت الدراسة مركزة على التنويع اللي بنعطيه نحن للولد. فإذا نحن بنعرف الولد بدنا نحافظ على صحته، لازم ياكل كمية محددة مش أوفر، لازم يكون في حركة، ولازم يكون عم ينام بالوقت المضبوط، يعني الكمية المضبوطة. سوك صاروا دراسات معروفة. هلا هون التشالنج كان بهيدي الدراسة إنه عطوا الأهل والولاد، اوكي، كان بعمر 11 و12 سنه الاولاد، وعم نحكي هون على 1800 ولد الدراسه، عطوهم بوكسز، اوكي، هول البوكسات كانوا باحجام مختلفه، فاذا في كان اكبر وفي كان اصغر، وبقلب البوكسات كان في ماكولات مختلفه اللي هي ماكولات سناك، يعني كان في شوكولا، كان في كراكرز، كان في تشيبس، كان في ميوزلي بارز، فاذا مختلفين. هلا من وضع الدراسة تبين، رح أعطي دغري النتيجة، الأهل أكلوا شبعتهم، بينما الأولاد أكلوا اللي موجود بالبوكس. فإذا كانت البوكس كبيرة أكلوا اللي بقلبها، إذا البوكس صغيرة أكلوا اللي بقلبها. هي واحد. رقم اثنين كمان كان ملاحظ أكثر للأولاد، وشغلة هيدي اللي أنا بدي ألفت كثير نظر عليها، وقتها كان الأكل منوع، اوكي، لكن الاكل هيدا الاكل اللي هو منه مغذي ولكن هو ثقيل بالوحدات الحراريه، الولد اكلهم كلهم. ليش؟ لانه كان عم يحس انه ما هيدي صغيره وهيدي وحده وهي وحده، مختلفين، بينما حطيهم كلهم نفس الشيء، اما اعطيه بس اختلاف على صنفين بحس انه زهق، اكل منها حبه حبتين ثلاثه وبعدين زهق منها. وين بدي اوصل انا هون لشيء كثير مهم؟ نحن وقت نكون عم نوفر لاولادنا بنهار بقلب البيت 10 اصناف من السناكس اللي هن بدهم ياكلوها، رح الاولاد يكونوا عم ياكلوا منها وما رح ينتبهوا انه هن اكلوا زياده، اما لانهم اكلوا قليل. فنحن اذا نحن بدنا نساعد اولادنا بدون ما نحرمهم ابدا ولا نحسسهم انه في شيء غلط اما في شيء حرامين، خلينا نعودهم على فكره نحن نوع سناك واحد بالنهار. يعني اليوم فينا نقول لهم اليوم هو فروت داي، النهار كله وقت بدنا نلاقي، مش فينا نلاقي مش فواكه، نهار اللي هو عاملين كيك فينا ناكل من الكيك قبل الظهر بعد الظهر، مش اكل كيك وارجع اكل بوظه واكل كوكيز الى اخره. شوفوا هالطريقه قديش رح تكون عم تساعدكم وتساعد اولادكم يحافظوا على وزنهم. اليوم عم نجرب نعطي افكار كيف ممكن نامن اكل للعيله للبيت. مزبوط. مع ميزانيه معينه نحن محددينها. مزبوط. تينا نحن بلشنا انا وانت بهيدا الموضوع الاسبوع الماضي وما قدرنا نكمله، ولكن هيدا الموضوع كثير مهم، ومهم انه المشاهدين يكونوا عم يسمعوا عليه، يمكن يكون عم نساعدهم بفكره او باخرى. اكيد. هلا نحن كنا بلشنا نقول اهم شيء عندنا التنظيم، اوكي، فاذا نحن بدنا ننظم اسبوعنا، شو بدنا نكون عم ناكل فيه، شو بدنا نطعم فيه العيله. هلا كمان بهيدا التنظيم منيح واحد يكون عم يكتب، لان الانسان بينسى بالاخر. اكيد. فاذا نحن بدنا ننظم شو بدنا نكون عم نعمل اكلاتنا. هلا الترويقه هينه منا كثير مشكله، العشاء بده يكون هين، ما بدنا نكون عم نتفلسف، في عندنا الوقعه الاساسيه هيدي بدنا نقسمها على اسبوع، وبدنا نقسم كمان شو بدنا نجيب للترويقه والعشاء، وشو بدنا نكون عم نامن السناك. فاذا هون عندنا التنظيم شغله كثير مهمه. بعد ما نحن نظمنا بدنا نطلع ببيتنا شو موجود، ما بدي اروح على السوبر ماركت واشتري اشياء اوريدي انا عندي اياها وشوف انه صاروا كثار، عندي خستين بروح بشتري خستين ثانيين انتزعوا الخستات هوليكي، هيدا شيء كمان ما بقى مسموح. هلا هدف. فبدي اشوف انا شو موجود عندي حتى اكون عم كمل فيه، هيدي شغله ثانيه.
وقت اروح على السوبر ماركت لكن الاشياء اللي مقيدتها بدي يكون عم بشتريها، في اشياء دائما بذكركم بحطوها على مستوى عيننا لتلفت النظر، لتلفت النظر، هيدي بدنا نطنش عنها لانه نحن هلا مش بحاجه لها. هلا من هون خلينا نرجع نشوف كيف بدنا نأمن غذاء عائلتنا. دائما فكروا معي باللي بنقوله الهرم الغذائي، اما الصحن الغذائي اللي هو بدنا نكون عم نأمن الحبوب، بدنا نكون عم نأمن البروتين، الخضره، الفواكه، بدنا نكون عم نأمن كمان مشتقات الحليب والدهون الجيده، هيدا بنهارنا لازم نكون عم ناكله. هلا رح بلش هون بقضية الحبوب، الحبوب يعني الخبز، المعكرونة، الرز إلى آخره. نحن هون بنجي بنقول ودايما بننصحكم بالحبة الكاملة. هلا في أشياء بالحبة الكاملة رح تكون أغلى، مثلا معكرونة رح تشوفوها أغلى. طيب لحظة، نحن مش ضروري كل شيء يكون بالحبة الكاملة. شو هو أرخص شيء اليوم؟ هي الخبزة. فإذا هون نحن فينا نتجه للخبز بالحبة الكاملة. طب البرغل ما هو كامل كمان، يعني في كمان أوقات أطبخ برغل بدل الرز. الرز موجود، نجيبه رز أبيض منا مشكلة، المعكرونة بيضة منا مشكلة. هون صرنا عم نعمل هيدا البالانس. شيء بيعود عن شيء، في شيء عوض هون نختار الارخص من الاغلى، والارخص فيكون كمان صحي اكيد. والخبز اللي هو بنفس السعر هو كمان القمحه الكامله هي تقريبا بنفس السعر. هاي شغله. شغله ثانيه لاحظتها بالسوبر ماركت، ما نحن نروح نطلع على الاسعار. الكينوا بهالايام منا غاليه، والكينوا نحن نعرف انه هي من الحبوب ولكن هي فيها بروتين كامل، فكمان انا في يكون عم بشتريها واطبخها بقلب بيتي. فاذا هيدي من ميله الحبوب، رح روح لميلة البروتينات. البروتينات نحن او بنشوفهم باللحم الحيواني، الدجاج، السمك، اللحمه، ولكن بروتينات موجوده بالبيض، والبروتينات موجوده بالبقوليات. يعني عندك العدس، الفول، الفاصوليا، الحمص، وقديش عندنا هون خيارات كبيره، خيارات كثير كبيره، والريسيبيز اللي فينا نعملها. هلا كمان هون بدي اطلع، طيب السمك غالي، هون اللي بدي اقوله تينا في التجي صرت للمعلبات. فاذا نحن بننصح، وهلا اذا طلع لي وقت رح احكي على الخضره والفواكه الطازه، بننصح دائما بالطازه، ولكن اذا بدي اكل طازه بدي اخده الموسمي. اوكي، بس اذا الاشياء الطازه كثير غاليه بتطلع ساعتها، يمكن المعلب يكون ارخص، يمكن المجلد يكون ارخص. هلا انا بلتجي للمجلد، شفته شوي اغلى، المعلب ارخص، رح اخذ المعلب. وهون رح اعطيكم مثل سريع انه اكيد السردين والثوم هو ارخص من المجلد، وهو ارخص المعلبين من الطازه، من الطازه، وهن رح يعطونا غذاء كامل، رح يعطونا الاوميجا 3 والبروتينات الكامله. فانا نحن عم نعمل باستا اوكي، وما جايبه لحمه انا اليوم، في افتح علبه تونه وحطها بقلبها اكيد. فاذا هون صار عندي عشاء، في افتح علبه السردين وحطه كمان بقلب العشاء عنا. بدنا نكترهم مثل ما قلنا، بنسلق شويه معكرونه، بنسلق شويه رز، بنعمل وبنحطهم معه وبنخلطهم، وساعتها بيكون عندي وقعه كامله عم بتشبع. فاذا هون كيف نحن نلتجئ لهالاشياء. هلا بالنسبه مثل ما قلت للبقوليات والبروتينات، وهيدي كمان شغله رح نحكي عنها حكينا عنها ونحكي عنها اكثر بالمستقبل، في انا دائما كون محضرتهم تينا، لازم نحضر. يعني انا دائما بحكي عن الحمص اللي دائما موجود عندي بالفريزر مسلوق ومطلج. اكزاكتلي. كمان فينا نكون عم نحضر فاصوليا، فينا نكون عم نحضر، فينا الفول مثل ما عم نقول. في كثير ناس عم يقولوا لي رندا بياخذ وقت ليستوي، الكيس صاروا غاليين. يمكن بهالنقطه بالذات رح جيبها انا معلبه، ولا انا بالكيس، ولا انا رح جيبها وتاخذ معي وقت لستويها. فاذا في اشياء بديهيه وفي اشياء مش غلط هون نكون عم نجيبها معلبه. هيدا وقت لنلتجي لهالاشياء، وخصوصا انه انا في جيبهم حطهم عندي بالخزانه وبيضاينوا. من هون بدي ارجع انتقل للخضره والفواكه. رح احكي عن الخضره. فاذا الخضره لازم دائما تكون متوفره، عندنا الملفوفه رخيصه، الخس رخيص. يعني بدي بلش بالارخص وبعدين ارجع انتقل على التانيين، برجع بجيب بندوره، برجع بجيب الخيار الى اخره. بالنسبه للبندوره قديش هي صحيه؟ بس دائما بنعرف نحن البندوره المطبوخه واللي هي معلبه كمان فيها
ايه فيها موانع تاكسد، اللايكوبين بيبقى مركز فيها اكثر، سو مش غلط هون نكون عم تساعدنا نستعمل. المشكل دائما هو بالملح. هلا انا عم بحكي نحن اشخاص صحتنا مزبوطه، ما في مشكله مع الملح مزبوط، وعم بعطي نصائح جنرال. هلا بعدين كل واحد عنده مشكله حالته خاصه اكيد بنحكي هيدا نعم. موضوع ثاني. فاذا هون بدل ما انا مثل ما كنت معوده حط مثلا 5 روس بندوره بقلب الطبخه، بحط راس بندوره خليه يكون طازه، بس في استعين هون بالرب البندوره. اللي هو في اشخاص بين هلالين فيهم يعملوه بالبيت، بس هيدا موضوع ثاني يمكن موضوع كمان يحط ضغط على الاشخاص، مش ضروري ابدا. فاذا هيدا بالنسبه للخضره. بالنسبه للخضره من الاكلات اللي فينا نعملها كنا حكينا قبل، بس كمان برجع بشدد عليها المحاشي، لانه المحاشي كمان اذا بدي اعملها بلحمه ما بتطلب لحم كثير، في اعملها قاطع كمان حط لها شويه حمص. فحتى لو الخضره مطبوخه رندا عم نستفيد من الغذاء بالمية 100%. وهالفكره اليوم اللي هي الملفوف اللي هو محشي ملفوف تعود أو واحد يعمله او السبانخ 100%. هلا فاذا هيدا بالخضره. بالنسبه للخضره هلا عندنا خضره موسم، مثلا الكوسه رخيصه بجيب كوسه، هلا موسم القرع بجيب القرع. فاذا انا بدي اطلع اشوف شو هو الموسم اللي هو بيبقى ارخص من غيره بدي اقدر اجيبه. اللوبيا هلا موجوده، فصار عندي كثير تنويع باكلات البيت. امبارح دقت متبل بالكوسه كثير طيب. قديش طيب؟ وقديه رخيص؟ 100%. كنا عم نحكي على الجاتويات اللي بتنعمل بالكوسه، الكوسه اذا عملناه محشي عظيم، بس كمان فينا نعمل قالب خضره، يكون عندنا جميع انواع الخضره، فينا بكل سهوله نكون عم نعمله يخني، منه غلط كمان. هلا كيف بنحكي على الحمص هون؟ بحكي نفس الشيء على العدس، العدس فيكم تدخلوه بحيلا اكله بتعملوها. الاسبوع الجاي انا وعم حضر الحلقه خطر على بالي بدي اعمل لازانيا، وفي اوقات رح اعمل لازانيا وحط بقلبها خضره وحط بقلبها عدس. حلو. فاذا بطلع لها يعني البروتين تبعه بيعلى، رح يجوا من هيدي بلا لحمه بتكون اكزاكتلي، وبيجي كانه شكل اللحمه بتجي العدس هون كانه اللحمه المفرومه. فنحن شويه هون فينا نقول اختراع imagination، او فينا نقول تتسمعوا علي هذا موضوع ثاني او تسالوني، وفينا كمان نعمل نفتش على الانترنت ونشوف كمان ريسيبيز ونكون عم نعملها. افكار كثير حلوه رندا، رح ناخذ وقفه مشاهدينا ومكملين.